مشاهدي درز العربية في كل مكان، أهلا بكم. نتابع معكم مجرى محاكمة الأشخاص الذين تسببوا في حادثة طفل بودابستر، حيث في محاكمة الموت المأساوي لعلي الصغير ذو 6 سنوات في شارع بودابستر اشتغاسة، تحدث المثمن أو الخبير في محكمة درزدن الإقليمية، حيث كان تحليل الحادث الذي أجراه فلوريان فوكت ذو 41 عاما وهو من شركة ديكرا، حيث قال: كان من الممكن تجنب الحادث. وبحسب لائحة الاتهام، خاض محمد اف ذو 32 عاما ومحمد الف ذو 24 عاما سباق سيارات غير قانوني في سيارة مرسيدس وسيارة بي ام في في اغسطس 2020، حيث دهست سيارة البنز الطفل علي ذو 6 سنوات في شارع بودابستر. وبعد تقييم دقيق للآثار والفحوصات والقياسات، قال الخبير فوكت: كان ممر المشاة مرئيا دون أي قيود. كان علي على بعد 1.85 متر من الرصيف عندما وقع الحادث، حيث ضربت سيارة البنز الصبي بسرعة لا تقل عن 89 كيلومترا في الساعة، ولم تتوقف إلا لفترة طويلة بشكل غير عادي بعد الاصطدام. وقال الخبير في هذا الأمر: إما أن يكون رد فعل السائق متأخرا جدا على الفرملة، أو أن السرعة كانت أعلى بكثير، ولكن عند السرعة المسموح بها التي تبلغ 50 كيلومترا في الساعة، كان من الممكن أن تتوقف سيارة بنز على بعد 11 مترا أمام الطفل. ولكن في الحادث جرى العكس، تم إلقاء جثة علي التي تزن 24 كيلوغراما على مسافة تزيد عن 20 مترا واصطدمت بجانب محطة الحافلات بسرعة تزيد عن 30 كيلومترا في الساعة. الصبي لم يكن لديه أي فرصة. يظهر مقطع فيديو للمراقبة كيف كانت سيارة بي ام في تطارد سيارة مرسيدس بنز فعليا قبل وقت قصير من مطاردة البي ام في. يقول المثمن: قبل الاصطدام بقليل كانت كلتا السيارتين متماثلتين تقريبا، سيارة البي ام في على اليسار والمرسيدس بنز على اليمين. بعد ان انهى الخبير ملاحظاته، قدم القاضي مشورة القانونية. وفقا لذلك، يمكن أيضا إدانة سائق بي ام في المزعوم محمد ألف بسباق سيارات غير قانوني أدى إلى الوفاة، وكانت ستتم إدانته بالسجن فقط لمدة أقصاها 2 عام لمشاركته المحتملة في مثل هذا السباق. لكن بعد كلام الخبير هذا أيضا يهدده بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. هذا كل شيء اليوم. أشوفكم خبر آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.